سيدتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم من تلفزيون جيبوتي. نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المسائية لهذا اليوم، ويصحبكم فيها كالمعتاد مجد المقبلي. في هذه النشرة، وزير الدفاع يقوم بجولة ثانية للأقاليم على رأس وفد هامة. هزة أرضية تضرب الحدود الإيرانية العراقية. أهلا بكم. يواصل معالي وزير الدفاع المكلف بعلاقاته مع البرلمان السيد علي حسن بادون جولته التفقدية للمحافظات الداخلية والمواقع العسكرية، إضافة إلى لقاءاته التشاورية مع السكان القاطنين في هذه المناطق بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار. ولمزيد من التفاصيل حول جولة وزير الدفاع إلى المناطق الداخلية، ينضم إلينا في الاستديو الزميل إدريس عمر. أهلا بك إدريس، هل لديك المزيد من التفاصيل حول جولة وزير الدفاع المكلف بعلاقاته مع البرلمان السيد علي حسن بادون إلى المحافظات الداخلية والذي بدأ من إقليم أبخ؟ أبخ، نعم. يواصل كما أشرت وزير الدفاع المكلف بالعلاقات، عفوا، إقليم علي صبيح، هو بدأ الجولة بداية من أبخ، عفوا. يواصل وزير الدفاع كما ذكر زميلنا مجدي جولته الإقليمية، خاصة التفقدية للمواقع العسكرية في المناطق الداخلية والنواحي التابعة لها، ولقاءاته التشاورية مع السكان لحثهما على العمل مع القوات المسلحة بقية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في البلاد، وتسدي بكل حزم للأنشطة التي من شأنها المساس بالأمن والنظام. وبعد إقليمي أبخ وتجورة في شمال البلاد، إضافة إلى أبخ دخل إلى إقليم دخل عفوا، توجه معالي وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان برفقة وفد وزاري من بينهم وزير الإعلام ووزير الميزانية ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة إلى إقليم علي صبيح والنواحي التابعة لها. وكان في استقبال الوزير عند وصوله إلى إقليم علي صبيح من قبل قائد كتيبة القوات العسكرية المتمركزة في إقليم أبخة العميد عبد الواسع بن محمد، ووالي إقليم علي صبيح السيد محمد وبري عسو، إضافة إلى السلطات المحلية وجمع قفير من أهالي علي صبيح. وهذا وتطرق مسؤولو منطقة مع وزير الدفاع حول آخر التطورات التي تشهدها المنطقة برمتها. وبعد ذلك قام وزير بهتون إلى بجولة تفقدية إلى ناحية عسامو، حيث تلقى ترحيبا حارا من قبل أهالي الساكنين في هذه النواحي. وفي قطون هذه الزيارة زميلي مجد، التقى الوزير والوفد المرافق له أعيان وجهاء والشباب هذه الناحية، وأطلع عن قرب عن الظروف المعيشية للعائلات التي تقطن هذه النواحي، خاصة ناحية عسامو. وتجدر إشارة إلى أن وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد علي حسن بهدون قام بزيارة مماثلة في الأقاليم الداخلية الخمسة، ومكنت هذه الزيارة للوزير والوفد المرافق له على من اطلاع عن قرب على الصعوبات في الميدان والاحتياجات القوات المسلحة الجيبوتية التي تتولى بتأمين المنطقة الحدودية في كافة المناطق الداخلية، خاصة في إقليم علي صبيح وتحديدا ناحية عسامو. وأن هذه الزيارة تندرج في إطار مساعي الوزارة الدفاع المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لأهالي الساكنين في المناطق الداخلية والوقوف إلى جنب مع القوات المسلحة المتمركزة في المناطق الداخلية والنواحي التابعة لها. وأن هذه الزيارة التي يقوم بها وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان تهدف أيضا إلى
تنمية وتطوير القوات المسلحة الجيبوتية في المناطق والنواحي التابعة لها. واستمع الوزير والوفد المرافق له الشكاوى والمقترحات التي تم تقديمها أثناء تواجدهم في هذه المنطقة، وأن هذه الزيارة من شأنها أن تعزز العلاقات القائمة بين الجهات المعنية، خاصة وزارة الدفاع والوفد المرافق له، مع الأهالي والقوات المسلحة المتمركزة في تلك المناطق. شكرا جزيلا للزميل إدريس عمر على هذه التفاصيل حول زيارة وزير الدفاع إلى المناطق الداخلية وتحديدا إلى علي صبيح. شكرا جزيلا لك. على رحب وسعة. وعقب ذلك توجه الوفد الوزاري بقيادة وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد علي حسن بادون إلى ناحية جستير، حيث قام بزيارة إلى المرافق الحدودية مع كل من إثيوبيا والصومال بغية الاطلاع على الأوضاع الأمنية في هذه المواقع. وتقوم القوات المسلحة والشرطة الوطنية وقسم الجمارك بالعمل معا في هذه الناحية بطريقة جيدة. هذا واستقبل وزير الدفاع والوفد الوزاري المرافق له باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل أهالي هذه الناحية. وكالعادة التقى الوفد الوزاري بعقال الناحية وعيانها، حيث جرى هذا اللقاء بحضور مسؤولي المنطقة للاستماع على الشكاوى والمقترحات المقدمة منهم. وخلال هذه الزيارة تم تدشين مدرسة جديدة في ناحية جستير التابعة لإقليم علي صبيحة. وأخيرا قدم عقال هذه الناحية الشكر والتقدير للوفد الوزاري لافتتاح هذه المدرسة. وانتهت هذه الجولة التفقدية التي يقوم بها الوفد الوزاري بقيادة وزير الدفاع إلى ناحية علي عدي التي تأوي اللاجئين، حيث أقيمت مندوبة غداء على شرف الوفد الوزاري والمسؤولين العسكريين في نقطة علي عدي. وكالمعتاد استقبل الوزير والوفد الوزاري المرافق له باستقبال حار من قبل أهالي هذه الناحية. والتقى خلالها بكافة الشرائح القاطنة في علي عدي. كما تطرق معهم حول مسألة المتسللين في المناطق الحدودية وحول تعزيز الأمن في هذه المنطقة. وفي غضون هذه الزيارة قام الوزير بترقية بعض الجنود المتمركزين في هذه الناحية. وأشار الوزير أن الأمن هو شأن للجميع، وأن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للإسراع في مشاريع تنمية المنطقة، ولا سيما بناء المرافق الطرقية الأساسية للتنمية. وفي الأخير اختتمت الزيارة بمنطقة هولهول التابعة لإقليم علي صبيحة. استقبل معالي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود صباح اليوم في مكتبه المفوض السياسي للجيش الصيني المتمركز في جيبوتي. جرى هذا اللقاء بحضور مستشاري الوزارة ووفد عسكري صيني هام. وشهد هذا اللقاء بين الوزير والوفد الصيني العسكري تبادلات مثمرة حول السبل وطرق تعزيز التعاون القائم بين الوزارة والقوات الصينية في جيبوتي. وركز الوزير على احتياجات إدارته في مجالات في العديد من المجالات أمثال تدريب الشباب في المهن الفنية، وكذلك إعادة تأهيل المدارس وتجديد معداتها المدرسية. وأعرب الوزير عن استعداده للتعاون ودعم الجيش الصيني في مجال التعليم. ثم أعرب السيد مصطفى محمد محمود عن شكر الحار للحكومة الصينية وشعبها على دعمها المتواصل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا.
بدوره أشاد المفوض السياسي للقوات الصينية المتمركزة في جيبوتي بهذا اللقاء مجددا التزام المؤسسة العسكرية في دعم القطاع التعليمي وبخاصة تعزيز الدورات التأهيلية والفنية والمهنية. في إطار استعدادات الجارية للمشاركة في حفلة ذكرى 12 للدستور الإثيوبي في عاصمة إقليم عفر الإثيوبية سمراء، قامت اللجنة المكلفة بمشاركة جيبوتي في هذا الحفل بتسليم مفاتيح حافلتين إلى رئيس إقليم عفر الإثيوبي السيد محمد أربا. هذا وجرت هذه المناسبة لتسليم المفاتيح في قصر رئيس إقليم عفر وبحضور رئيس مجلس النواب المحلي لإقليم عفر الإثيوبي السيد محمد خضير والسفير الإثيوبي في جيبوتي، إضافة إلى مجمل مسؤولي الإقليم ومنظمي هذه الاحتفالية. وتأتي هذه اللفتة السخية في إطار هبة رسمية من جمهورية جيبوتي للمشاركة ودعم تنظيم هذه المناسبة، وشارك فيها الدول المجاورة والمجتمعات الإثيوبية المختلفة. الجدير بالذكر ان دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد قد سلم في وقت سابق مفاتيح الحافلتين الى رئيس اللجنة المكلفة بمشاركة جيبوتي لوزير التجارة السيد حسن حمد ابراهيم. هذا واشاد نائب رئيس اقليم عفر بالعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين المتعلقة بجميع المجالات الحيوية. وفي مداخلة لمعالي وزير التجارة رئيس اللجنة المكلفة بمشاركة جيبوتي السيد حسن حمد إبراهيم، أعرب عن شكري وامتناني عن الاستقبال الحار الذي حظي به والوفد الإثيوبي لدى وصولهم إلى جيبوتي، كما شكر الوزير حسن حمد على هذه الهبة السخية المقدمة من قبل الحكومة الجيبوتية، مشيدا في الوقت ذاته مشاركة جيبوتي الفعالة في حفل الذكرى 12 للدستور الإثيوبي وذلك في عاصمة إقليم عفر الإثيوبية سمراء. كما أشاد الوزير بالعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين في جميع المجالات الحيوية. تراس مدير عام الشرطة الوطنية العقيد عبد الله عبد فرح صباح اليوم حفل المكرس لتسليم الشهادات لأول دفعة من عناصر الشرطة القضائية والذين تم تدريبهم من قبل الكوادر الجيبوتية. وانعقد هذا الحفل في قاعة الحفلات في أكاديمية إدريس فرح عبي ناحية نجد بحضور النائب العام ومدعي الجمهورية إلى جانب العديد من ضباط مؤسسة الشرطة الوطنية. وقد تلقى المتدربون الذين يقدر عددهم بنحو 24 عضوا دورة تدريبية استغرقت نحو عدة أشهر، اكتسبوا خلالها المهارات والخبرات اللازمة لإجراء التحقيقات القضائية. ومن المقرر يعمل هؤلاء العناصر الجدد في مختلف دوائر جيبوتي العاصمة وفقا ما أفاده مدير عام الشرطة الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع حول لضباط الشرطة القضائية سلطات واسعة في وسائل فعالة لأداء مهامه كمفتشين والحجز والوضع والحراسة النظرية. ومن أبرز مهام الشرطة القضائية بجميع أصنافها وبمعانيها الواسعة هي التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها مع وجود خصوصيات تميز أصنافها. والجدير بالذكر إلى أن دور الشرطة الإدارية والسهرة على استتباب الأمن والنظام وهو دور وقائي يتجلى في الحيلولة دون وقوع الاضطرابات الاجتماعية أو الجريمة. وشهد الحفل الختامي لهذا التدريب الذي امتد إشغاله لمدة 3 أشهر يلقى كلمات عدة من بينها كلمة النائب العام وخطاب مدعي الجمهورية واللذان أكد على أهمية التدريب لمختلف وحدات الشرطة الوطنية. كما حث العناصر الجدد في الشرطة القضائية على تطبيق المعارف والمهارات التي استفادوا منها خلال التدريب على أرض الواقع وتعزيز قدرات وحدات الشرطة القضائية.
من ناحيتي أعرب مدير عام الشرطة الوطنية في تصريح للتلفزيون الوطني عن ارتياحه للمشاركة في حفل اختتام التدريب المخصص لعناصر الشرطة القضائية والذين تم تأهيلهم لأول مرة من قبل الكوادر الوطنية على خلاف الدفعات السابقة التي كانت تتدرب على أيدي الخبراء الأجانب. وأضاف بالنسبة لتاريخ مؤسسة الشرطة الوطنية، هذه هي المرة الأولى التي يتولى تدريب عناصر الشرطة القضائية خبراء محليين، وهذه الخطوة تعكس مدى الاهتمام الذي نوليه فيما يتعلق بالوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، ولن نكون بحاجة إلى خبراء ومدربين أجانب كما كنا نفعل في الفترات السابقة. انعقد لقاء إعلامي حول النظام الجديد للحصول على الفيزا للراغبين في زيارة جيبوتي بدءا من الأول من شهر يناير من عام 2018، وجرى الاجتماع بحضور مدير عام الشرطة الوطنية العقيد عبد الله عبد فرح وممثلين لمختلف شركات الخطوط الجوية العاملة في جيبوتي. وأطلع مدير عام الشرطة الوطنية الإجراءات الجديدة المتعلقة بالحصول على الفيزا سواء من السفارات الجيبوتية في الخارج أو عبر الإنترنت. وأشار في مداخلته له إلى أن جيبوتي ستبقى دوما أرض اللقاء والتبادل، وأن الإجراءات الجديدة ستسهل الحصول على الفيزا للأشخاص الراغبين في زيارة البلاد. بدورهم رحب ممثلو شركات الخطوط الجوية التي تعمل في جيبوتي بالإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بدءا من العام المقبل 2018. لنتابع سويا ردود أفعال هؤلاء المسؤولين. أيام جميلة وسعيدة في جيبوتي. عندنا طبعا الأجهزة مخولة بأنها توري أو تدي الانطباع لمن يدخل ولمن ما يدخل، فدي كلها تكون موجودة، ونحن هنعمل على انه الحاجة دي تتعمل وتعمل ابديت في السيستم اللي هي اسمها تيماتيك مع الاياتا، عشان كل الناس وكل المحطات تعرف المخول بالدخول من ما المخول بالدخول. هل الاجراءات الجديدة المتخذة من قبل السلطات الجيبوتية تشكل اي عقبة فيما يتعلق بعمل شركات النقل الجوي في جيبوتي؟ لا، هي دي كل الإجراءات المتبعة في كل الدول. بالعكس هم زادوا زيادة بأنه حيفتحوا من بداية السنة الفيزا الأونلاين، ودي حتكون مساعدة كثيرة جدا جدا، وحتغني الناس من أنها تمشي وتشوف السفارات وين عشان تأخذ فيز. بس ده كله برضو بيرجع لأنه نحن نوري ونطلع الناس في الجهاز اللي هو المسؤول عنه الاياتا، بانه كل الناس تكون عندها الفكره بالنسبه لهم، خاصه للموظفين اللي بيقبلوا المسافرين. برئاسه الامين العام لوزاره المنتدبات المكلفه باللغه المركزيه سيد محمد عيسى فرج، عقدت صباح اليوم في قصر الشعب ورشه لمراجعه نظام تسجيل المواليد في جمهوريه جيبوتي. وشارك في أعمال هذه الورشة إلى جانب مسؤولي الوزارة وفريق مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة مسؤول قسم حماية الطفل السيدة فتحية عمر حسن، ومختلف المسؤولين في الأحوال المدنية في العاصمة جيبوتي والمناطق الداخلية، إضافة إلى بعض مسؤولي الوزارات القطاعية المعنية حول مسألة تسجيل المواطنين المواليد. وتأتي أعمال هذه الورشة في إطار مهمة تفقدية قام بها الوزير المنتدب المكلف باللامركزية ومستشارين، حيث ناقش مع المسؤولين الرئيسيين حول الأحوال المدنية ومع الأهالي القاطنين في النواحي النائية حول هذه المسائل. وخلال أعمال هذه الورشة صاغ المشاركون التوصيات التي نجمت عن تحسين التقرير المقدم من المستشار الدولي. وفي مداخلة لأمين العام للوزارة المنتدبة المكلفة باللامركزية السيد محمد عيسى فرج في هذه المناسبة، أوضح فيه على الأهمية التي توليها الوزارة في هذه الورشة بغية تحسين الأحوال المدنية المتعلقة بتسجيل المواليد الجدد، وأن هذا التسجيل يعد حقا رسميا رئيسيا لكل طفل على مستوى الجمهورية من أجل حماية حقوقهم. نظم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بتعاون مع الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم اليوم حفل اختتام دورة بعنوان فوتورو
3 لصالح المدربين الفنيين من الحكام للدول الناطقة باللغة الفرنسية، وذلك في فترة ممتدة من 8 حتى 13 من نوفمبر 2017 في فندق شيراتون بجيبوتي. وجرت هذه المناسبة بحضور كل من رئيس الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم ورئيس لجنة حكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف السيد سليمان حسن وابري والامين العام السيد يوسف احمد محمود ورئيس لجنة الحكام الجيبوتيين السيد محمد مومن والمدرب الفني المكلف بتدريب الحكام السيد سيدي ميجاسا من مالي والمدرب الفني التونسي وممثلين لأمانة الدولة للشباب والرياضة والاتحاد الدولي لكرة القدم. وشارك في هذه الدورة 33 مدربا قدموا من الجزائر وبنين وبوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وجزر القمر وساحل العاج والجابون وغينيا ومدغشقر ودول إفريقية أخرى. وإقليميا انطلقت فعاليات الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الاثنين في مدن أرض الصومال وفقا للتقارير الواردة من أرض الصومال. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع حول الانتخابات طبعا الرئاسية في أرض الصومال ينضم إلينا في الاستديو الزميل خضر علمي. أهلا بك خضر، نريد الاستماع عن نعم المزيد من التفاصيل. تنتخب جمهورية أرض الصومال المعلنة اليوم الاثنين رئيسا جديدا على أمل أن تسمح ثالث انتخابات تنظمها منذ إعلان استقلالها عن بقية الصومال في عام 1991 بتعزيز جهودها للحصول على اعتراف دولي. وتتسم جمهورية أرض الصومال بأنها أكثر تجانسا على الصعيد القبلي وأكثر استقرارا من بقية أنحاء الصومال. ويتنافس ثلاثة رجال في هذه المجموعة هم مسابح من حزب كولومية الحاكم ومرشح المعارضة عبد الرحمن عرو وفيصل علي ورابه المرشح الذي لم يفز في الانتخابات الرئاسية السابقة 2010. وقال عرو إن التصويت بدأ بهدوء صباح اليوم ونحن واثقون من أن هذه الانتخابات ستشكل مرحلة مهمة لبقية المنطقة. وتجري الانتخابات الرئاسية كل 5 سنوات، لكن هذه الانتخابات قد تأخرت منذ سنتين بسبب مشاكل تنظيمية والجفاف الذي يضرب بصورة دورية هذه المنطقة في القرن الإفريقي. أن تأتي الحملة الانتخابية الجمعة ودعي حوالي 700 ألف ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم وفق نظام انتخابي بيومتري فيه للمرة الأولى تقنية التعرف على الناخبين من العين كما أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية. خضر، ننتقل إلى العراق حيث صدر تقرير مفصل عن هيئة الأنواع الجوية والرصد الزلزالي عن الهزة الأرضية التي ضربت العراق مساء الأحد. نعم مجدي، صدر تقرير مفصل عن هيئة الأنواع الجوية والرصد الزلزالي عن الهزة الأرضية التي ضربت العراق مساء الأحد. وذكر بيان للهيئة اطلعت عليه شبكة رودو الإعلامية أن المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية في كرمانشاه بإيران مساء الأحد في الساعة 9:28 بتوقيت المحلي، حيث تبعد 6 كيلومترات عن الحدود العراقية الإيرانية من جهة قضاء خنقين وعن محافظة بغداد حوالي 200 كيلومتر، وقد بلغت قوتها 7.3 درجة على مقياس ريختر. وأضاف البيان أن الهزة قد شعر بها المواطنون بشكل قوي في معظم محافظات العراق كافة وخصوصا المحافظات الحدودية مع إيران، مبينا أنه تم تسجيل أضرار بشرية ومادية حيث تم إعلان عن الإصابة 50 شخصا مع سقوط بعد الدور السكنية وتكسر الزجاج، وتضرر أيضا بعض المواني وانقطاع التيار الكهربائي. وأشار إلى أن الهزة تسببت بحالة ذعر وهلع في قضاء خنقين والمناطق المجاورة، في حين لم يتم تسجيل قتلى في قضاء دربن خان وجرحى في محافظة إربيل، كما سببت هذه الهزة الذعر والهلع لمعظم سكان العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى. ولفت بيان الهيئة إلى تسجيل أكثر من 15 هزة لاحقة بدرجات متفاوتة لكنها أقل قوة. شكرا جزيلا للزميل خضر علمي على هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك. العفو، شكرا. هكذا سيدتي وسادتي قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية لهذا اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء في نشرة قادمة.